خرجت اخبار ان محمد صلاح طلب ان اللعيبه تشيل يعني تسحب منها الموبايلات وكلام، يعني طبعا احنا عرفنا من مصادرنا داخل معسكر المنتخب ان ملوش اي اساس من الصحه كل القصه، ان محمد صلاح طلب من اللعيبه ان ما يكونش ليهم اي كومنتس او اي تعليقات او اي بوستس على السوشيال ميديا في هذا التوقيت، وده كلام 10 على 10 من محمد صلاح، وده دور القائد. انت النهارده محمد صلاح عارف ان النهارده اي تعليق او اي رد من اي لعيب سواء على انتقاد او سواء على اي حاجه بتتقال ده هيدعو للقيله والقال والبلبله، والمطلوب دلوقتي التركيز والتركيز الكامل خلال البطوله، بعد البطوله اتكلم زي ما انت عايز، بعد البطوله اتكلم زي ما انت عايز، دلوقتي الكلام اللي بيحصل ده هو ده الصح، لازم اللعيبه تفضل مركزه في شغلها وترد في الملعب، واحنا كلنا مستنيين لعيبتنا انهم قدام غانا ان شاء الله وامام غانا هيردوا في الملعب، وزي ما قلت لكم انا براهنكم وعندي ثقه كبيره ان احنا ان شاء الله باذن الله هنكسب غانا، وهتكون دي البدايه الحقيقيه للمنتخب، ودي الثقه الكبيره من كل الجمهور المصري في لعيبتنا وفي جهازنا وفي كل المجموعه اللي موجوده في كوتيفوار في ابيدجان. كل التوفيق لمنتخبنا. دي كانت حلقه النهارده من الريمونتادا. تصبحوا على خير، اشوفكم بكره على خير باذن الله.